قال موقع سيلبريتي نت إن مقدار ثروة الزعيم عادل إمام بلغ حوالي 100 مليون دولار، مؤكدة أنه جمع هذه الثروة بعد مشواره الفني الطويل. ما فيش أي حاجة، الحمد لله. طيب ما عايزين نموت ليه؟ مش فاهم إيه؟ عايزين نموت ليه؟ بيان عاجل ما هو مقدار ثروة الزعيم عادل إمام. محمد عادل إمام يكشف هل ستوزع ثروة الزعيم عادل إمام. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. محمد عادل إمام يكشف هل ستوزع ثروة الزعيم. الكشف عن حجم ثروة عادل إمام الهائلة وكم يبلغ عمره الحقيقي حتى اليوم، وهذه صور ابنته الجميلة التي أخفاها عن الكاميرات لسنوات بشكل متكرر وشبه يومي، تثير حياة الزعيم عادل إمام اهتماما كبيرا من المتابعين ووسائل الإعلام المختلفة، بعضها بشأن حالته الصحية بعد تجاوزه سن 80، والبعض بشأن إشاعات وفاته، وأخرى تتساءل عن ثروته وجانب من حياته الشخصية. ومؤخرا تداولت عدة مواقع إخبارية فنية نبع عن تجاوز ثروة الفنان المصري عادل إمام 100 مليون دولار، ليصبح بذلك أغنى فنان في مصر. وجمع الفنان عادل إمام هذه الثروة بعد مشواره الفني الطويل الذي بدأ منذ عام 1960 حتى الآن، ويبلغ مقدار ثروة الزعيم عادل إمام حوالي 100 مليون دولار، أي ما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريبا. لكن قبل سنوات قدرت ثروة الفنان المصري عادل إمام بأكثر من 250 مليون دولار. أسطورة التمثيل في المسرح والسينما والتلفزيون أصبح اسمه كرتا رابحا لصالات السينما على شباك التذاكر وإعلانا قويا لمحطة التلفزة في عرض المسلسلات، بين شهرة واسعة ونجاحات باهرة وانتقادات واسعة. زرع اسمه لامعا شامخا في الوسط الفني، وبات الصغير والكبير يعرفه، حتى أن البعض يقول لك بعفوية لا تستطيع أن تراه دون أن تضحك وتشعر بالفرح. عادل إمام الفنان الذي قدم مئات الأعمال وأثبت جدارته وموهبته الفنية، فهل ترغب بمعرفة المسيرة الفنية لهذا الزعيم الفني؟ ولد الزعيم بمحافظة الدقهلية في عام 1940 من أسرة فقيرة جدا تعيش حياة متواضعة، وفي المدرسة عرف عن إمام حبه لمادة الكيمياء التي كان يستمتع بشرحها لأخيه عصام، لكنه واجه صعوبة في مادة اللغة العربية وتخرج من كلية الزراعة عام 1962. وخلال دراسته الجامعية ألف روايتي موتى بلا قبور وثورة الموتى. من روائع الصدفة أن أصدقاء إمام في المدرسة سعيد صالح وصلاح سعداني أصبحوا زملاء العمل والتمثيل فيما بعد، وقدم معهم أجمل الأعمال التمثيلية لا سيما المسرحية. هل تبرع عادل إمام للفقراء بنصف ثروته؟ تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلومات عن اعتزام الزعيم الفنان عادل إمام التبرع بثروته الكبيرة لصالح دعم المشروعات القومية التي تتم في البلاد. وكان الزعيم قد عانى منذ فترة من وعكة صحية بعدته عن أعماله الفنية، وكان مقربون قد نفوا في وقت سابق كل الأنباء التي تداولوا عن تفكير الفنان عادل إمام في التبرع لو بجزء من ثروته الهائلة التي جمعها من مشواره الفني الطويل الذي تجاوز نصف قرن من الزمان. الزعيم عادل إمام يتبرع بثروته يتعرف على الحقيقة. صارت شائعة في الآونة الأخيرة في صعيد مصر مفادها أن الفنان الشهير عادل إمام سيتبرع بنصف ثروته للفقراء الصعيد. ونقل موقع العربية نت أن أكثر من 10,000 طلب تقدم بها مصريون إلى مديرية التضامن في محافظة قنا للحصول على نصيبهم من ثروة الفنان الكوميديا. وقال حسين الباز وكيل وزارة التضامن في قنا للموقع أنه فوج بموظفي إدارة التضامن يبلغونه بوجود حشود كبيرة من الناس ومعهم طلبات للحصول على منحة مقدمة من الفنان عادل إمام يريدون التقدم بها للمديرية. وأضاف الباز أما مع عدم تصديق المواطنين أن الخبر مجرد إشاعة ولتزاحمهم الشديد، قام موظف المديرية بإبلاغهم أن هناك مشروعا تنفذه الدولة لمنح فقراء الصعيد مبالغ مالية، إلا أنهم لم يصدقوا أيضا، مما اضطر الموظفين لقبول الطلبات منهم حتى يهدأوا من ثورتهم وغضبهم. وأوضح أن فوج أن بعض الأشخاص تقدموا بنحو 100 طلب مرة واحدة وبأسماء عدة أشخاص، وقد تبين أن نماذج من الطلبات تباع في المدينة، مما يؤكد أن الأمر فيه شبه احتيال ونصب على الناس. بالبحث عن أصل هذه النماذج تبين أنها تباع في مكتبات خارجية ويتم شراء الطلب الواحد بنحو 20 جنيها، ووصلت في بعض المناطق إلى 30 جنيها. وقامت مباحث الأموال العامة بالتحفظ على شخص بعد استغلال الفقراء وبيع 200 استمارة لهم. وقد قامت السلطات المصرية بحملة لنفي شائعة تبرع الفنان عادل إمام
بجزء من ثروة للفقراء بالصعيد. وما تزال الأجهزة الأمنية في قنا تبحث عن مروجي هذه الشيعة ومن يقومون بطبع وبيع تلك الاستمارات، خاصة أنه حتى الآن ما يزال الناس يقدمون طلباتهم للمديرية رافضين تصديق أن الخبر مجرد شيعة. ما هو تفاصيل تبرعات الإمام بثروته للشعب المصري؟ قال الإعلامي المصري وائل الإبراشي مقدم برنامج العاشرة مساء على الفضائية دريم إن كل ما تم تداولته وسائل الإعلام عن قيام النجم الكبير عادل إمام بالتبرع بنصف ثروته إلى الصعيد عن التمام من الصحة. أوضح الإبراشي في برنامج اتصلنا بالزعيم قبل بداية البرنامج للتأكد من صحة تبرعه بالثروة للصعيد، ولكنه نفى صحة الواقعة وأضاف الزعيم قال إنه يتبرع للخير ولكنه لا يفصح عن أماكن تبرعه وليس له علاقة بعملية النصب باسمه في الصعيد. وترددت مؤخرا أنباء قوية عن تبرع الفنان عادل إمام بنصف ثروته لفقراء الصعيد وتحديدا في مدينة قنا بجنوب صعيد مصر، وهو ما دفع 10,000 مواطن لتقديم الطلب لمديرية التضامن بالمحافظة للحصول على نصيبهم من هذه الثروة. وعادت ثروة الفنان المصري عادل إمام إلى الأضواء مرة ثانية بعد أن تداولت وسائل إعلامية عدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبرا قديما عن حجم ثروته منقولا عن الموقع الأمريكي، لافتين إلى أنها تجاوزت 100 مليون دولار رغم أن أموال الزعيم قدرت قبل عامين بأكثر من 250 مليون دولار. وظل عادل إمام الذي قدم للسينما والمسرح والدراما أعمالا لا تنسى منذ بدء رحلته الفنية عام 1960 لسنوات طويلة لأعلى أجرار وجماهيرية في مصر والعالم العربي، إلا أنه لم يفصح يوما ما عن حجم ثروته الحقيقية في مقابلة طوال حياته، لكن تقارير سابقة أفادت بأنه يمتلك أكثر من نصف مليار جنيه مصري إضافة إلى عدد من العقارات والسيارات الفارهة. ويشار إلى أن الزعيم ولد بمحافظة الدقاهلية عام 1940 من أسرة فقيرة جدا تعيش حياة متواضعة، وفي المدرسة عرف عن إمام حبه لمادة الكيمياء التي كان يستمتع بشرحها لأخي عصام، لكنه واجه صعوبة في مادة اللغة العربية ثم تخرج لاحقا من كلية الزراعة عام 1962، وخلال دراسته الجامعية ألف روايتي موتى بلا قبور وثورة الموتى. عاجل عادل إمام يرن التبرع بكامل ثروته للشعب المصري. أنت الآن تتابع خبر أرقام صادمة لن تصدق كم تبلغ ثروة عادل إمام. هذا هو عمره الحقيقي وهذه ابنته التي أخفاها دائما عن الإعلام. اتفرج الآن ومع التفاصيل. يعتبر الزعيم عادل إمام أحد عظماء عالم الفن المصري وواحد من أيقونات الفن المصري، والذي ساعد في انتشار الفن المصري في العالم كله على مدار الفترة الماضية، حيث أنه واحد من الفنانين الذين تمتعوا بعمل كافة أنواع الأدوار المختلفة من غني وفقير وكوميدي ودراما وأكشن وكل ما يتعلق بالفن والدراما سواء من خلال أفلام أو المسلسلات المختلفة. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. هل ستوزع ثروة أم لا؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.